مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشرح لكم طريقة تغيير شاشة العرض واللمس لهاتف من نوع سامسونج G16 G16 أو G120 H G120 H. أولا نفك هذا الغطاء الخلفي، ثم ننزع هذه القطعة، ثم لكي نجرب أولا الشاشة الجديدة. هذه هي شاشة العرض واللمس. نجرب أولا هكذا، ثم نشغل الهاتف. هكذا كما تشاهدون، هكذا نطفئ الهاتف. ثم أول شيء نلجأ البطارية، ثم نفك الشاشة. ثم ننظف الهاتف من بقايا الغراء القديم. هكذا قمنا بتنظيف الهاتف جيدا من بقايا الغراء القديم ومن بقايا الشاشة القديمة. نأتي بالغراء ثم ننزع
هكذا ثم ندخل ثم نرجع هذا الغطاء وقطعة صغيرة ثم البطارية ثم نشغل الهاتف. بسم الله. هكذا كما تشاهدون تمت عملية تبديل شاشة اللمس والعرض لهاتف كما قلنا سامسونج G16 G16 أو G120H G120H. من أعجبه الفيديو يشترك في القناة مع الإعجاب ويترك لنا تعليق ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.